إني أوصي نفسي وإخواني المسلمين في كل مكان بتقوى الله عز وجل والتمسك بالتوحيد والسنة ولزوم الأصول الشرعية، كما أوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء لإخواننا في فلسطين الذين نزل بهم هذا الخطب العظيم واعتدى عليهم عدوهم عدوانا آثما مبينا عظيما قبيحا. أوصيهم بالدعاء لهم وبالتبرع لهم بالطرق النظامية، كل بحسب نظام بلده بما يخف